الإعلامي عمرو أديب والفنان محمد رمضان حكايتهم طولت قوي على الشاشة والسوشيال ميديا، بقالهم فترة بيتكلموا على بعض. عمرو بيقول لرمضان انت محدث نعمة، ورمضان يرد عليه بأنه نمبر ون. وفي مرة على الشاشة انتقد عمرو أديب سلوكيات محمد رمضان مع الجمهور، خاصة لما رمى فلوسه في حمام السباحة، فطلع محمد رمضان وجه ليه كلمات صعبة وقاسية اعتبرها أديب سب وقصف، فرفع عليه قضية. النهاردة المحكمة الاقتصادية حكمت بتغريم الفنان محمد رمضان 300,000 جنيه بتهمة سب وقصف عمرو أديب. الحكم قال إن رمضان أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وألزمه بدفع مبلغ 10,000 جنيه كتعويض مدني. كمان المحكمة قضت برفض الدعوى المضادة اللي رفعها محمد رمضان على الإعلامي عمرو أديب، وأصبح الحكم واجب النفاذ. كانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت دعاوي الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقصف للمحاكمة الجنائية، وحددت جلسة النهاردة للحكم. التحقيقات في القضية دي أثبتت إساءة استخدام محمد رمضان لوسائل التواصل الاجتماعي عن عمد لإزعاج المجني عليه، وقالت إن نمبر ون استخدم صفحته الشخصية في ارتكاب أعمال منافية للحقيقة، وده اللي أكدته أجهزة الاتصالات بالأفعال المبينة بالاتهام. عمرو أديب ومحمد رمضان بينهم نزاع كبير وليه مراحل مختلفة بدأت من مارس 2021 بعد تعرض الشاب يوسف عمر لإصابة كبيرة خلال مشاركته في تصوير إعلان بيقوم ببطولته النجم الشاب. وقتها قال عمرو لما تكون نمبر ون لازم تكون عندك مسؤولية اجتماعية، انت شغال في مكان ملكك فلازم تهتم بالشاب وترعاه وتطمن على صحته. فرد عليه رمضان بصورة لإصابته هو ويوسف وقال إن إعلام بلده منهم عمرو أديب بيسخروا منه عمال على بطال. وكمان أزمة تانية لما نشر محمد رمضان مقاطع فيديو مصورة على صفحته الشخصية استخدم فيها رمضان صوت عمرو أديب بنظام الدوبلاج على فيديوهاته بطريقة تدعو للسخرية والتهكم، وده أكده محامي عمرو أديب للمحكمة، وقال إن المشكو في حقه تسبب لموكله في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة. اللي حصل بين أديب ورمضان إن الأخير كان صدر ضده حكم قضائي بإلزامه بسداد 6 مليون جنيه كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر، وبدل ما يحترم القضاء قام بنشر فيديو بيظهر فيه وهو بيرمي الدولارات داخل حمام السباحة وعلى الأرض، اللي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع كمان إنه استهزأ بالأحكام القضائية الصادرة ضده. وواقعة الفيديو المدبلج اعترف بيها محامي محمد رمضان بالصفحة الثالثة من الحكم. الفيديو عمل ضجة لدرجة إنه استفز عمرو أديب على الهوى وخلاه يقول عبارته الشهيرة أنا اللي هربيك يا محمد. وبعدها خرج عمرو أديب تاني في برنامجه وجه لي نصيحة على الهوى بعدم السخرية واحترام الجمهور. وفي حلقة تانية طلب عمرو أديب من محمد رمضان الحفاظ على نجوميته اللي ربنا ادهاله، وبدلا من تقبل النصيحة قام محمد رمضان بنشر فيديو مدبلج مع صوت عمرو أديب بغير إذنه أو تصريح منه بعمل الدوبلاج، وده اللي تسبب في ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والتقليل من شأن الإعلام الكبير في المجتمع. كمان من ضمن أزماتهم لما أهل اسكندرية رفضوا إقامة حفل محمد رمضان هناك، فطلع عمرو أديب قال إن الفن ذوق وطالما الجمهور مش عاوزك تروح إزاي هناك بالعافية، هو الفن فيه كده، الجمهور لما بيحب يسمع حد هو اللي بيروح له لحد حفلته ومش المطرب اللي بيفرض نفسه عليه. بعدها رد محمد رمضان بلفظ مسيء من غير ما يذكر اسم عمرو أديب، وبسببه اتعرض لهجوم كبير.